العميد الطباوي النامي نصلي للرب الشفاء الطباوي يعطينا النعمة يعطينا نفهم الكلمة يعطينا نسمع الكلمة مثل ما ربنا بده إياها نسمعها ونعيشها. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد يا أبد الآبدين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعم الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا كيسة مريم يا ولدة الله صلي عشنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. رح أقرأ نص الإنجيل بالأول وجاء مثل العادة بحاول أشرحه حتى ربنا يعطيني أيدي. إنجيل للقديس لوقا. سأل يسوع أحد الرؤساء قال أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ لا أحد صالح إلا واحد هو الله. أنت تعرف الوصايا لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور أكرم أباك وأمك. قال الرجل هذه كلها حققتها منذ صغري. ولما سمع يسوع ذلك قال له واحدة تعوضك دع كل ما لك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماوات وتعالى معنا. فلما سمع الرجل ذلك حزن حزنا شديدا لأنه كان غنيا جدا. ورأى يسوع أنه حزن فقال ما أصعب على الأثرياء أن يدخلوا ملكوت الله. فإنه لأسهل أن يدخل الجمل في خرم الإبرة من أن يدخل غني ملكوت الله. فقال السامعون فمن يقدر أن يخلص؟ قال يسوع إن غير الممكن عند الناس هو ممكن عند الله. فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل ما لنا وتبعنا. فقال لهم الحق أقول لكم ما من أحد ترك بيتنا وامرأة وإخوة أو والدين أو بنين من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الدهر الآتي حياة أبدية. هذا إنجيل ربنا هو تعليم إلهي حتى كل واحد منا يفكر بكلمة الله إنه هيدي طريقه للحياة هذه طريقه للسماء. وربنا بيعطينا بالأمثال بالإنجيل حتى نفهم كلنا سوا شو قصده من كلمة ولا بده إيانا نمشي معه ويجاوبنا على كل الأسئلة طبعا. بس الإنسان اللي بيحب يعرف أكثر اللي بيحب يفهم أكثر من عن ربنا ومن ربنا بده يقرب على ربنا أكثر وربنا بيعطي أكيد. هذا الإنجيل عنوانه ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ شو لازم أعمل حتى أربح السماء قورة الحياة الأبدية السماء؟ هاي القصة مرتبطة بموضوع مرق بنص قبل هيدا النص يحكي فيه ربنا يسوع المسيح عن الأطفال يحكي فيها عن الأطفال وقت الليل اللي مثل هؤلاء ملكوت الله. الأطفال قلوا الملكوت الله بدون أي تعب بدون أي مجهود بطبيعتهم الملكوت إلهم فيه. وكمان قال ربنا من لا يقبل لما بيقبل الملكوت كأنه ولد صغير لن يدخله أبدا.
ما بيقبل الملكوت، ما بيقبل كلمة الله، مثل الطفل ما بيقدر يفوت على السما. الموضوع منه موضوع بالحرف طفل، لأنه دائما بنقولها إنه ما يكون أطفال بالعقل إنما بالقلب، وهذه مرغوبس لما حال. إنما المقصود كالأطفال بصفاتهم الحلوة، لأنه الولد مدرسة للإنسان وعنده صفات كتير مهمة نتعلمها في حياتنا، مثل صفة الإيمان. الطفل إذا خبروه قصة، إذا عم تخبروه قصة بيسمع بيركز وبيفهم وبينبسط بيفرح بيفرح فيها بيقبلها وما بيتشكك أبدا من اللي عم بيخبره، خاصة إذا كان اللي عم بيخبره حدا بيحبه مثل بي وأمه أو سته وجده، حدا بيحبه بيقبل الطفل خبرية مثل ما هي، لأن الطفل بيوصل عنده ثقة كتير قوية إنه أهله ما بيغشوا، أهله ما بيخدعوه، فمشان هيك بيصدقوا شو ما قالوا شو ما خبروه بيصدقوا. وهيك ربنا طالب منا نكون نحن مع ربنا، نحن مثل الطفل مع أهله بيه وأمه، يعني بيسلم حاله بالكامل لأمه بيه الطفل، ربنا بده إيانا هيك معه. والأطفال عندهم صفة الطاعة بيطيعوا، عندهم صفة الفرح الدايم، وصفات كثيرة نقدر نتعلمها منهم. وهون بين الهلالين بدأت شغلة عن الإنجيل والطفل، كيف نعلمه للطفل الإنجيل. الطفل ما بيعرف يقرأ الإنجيل حتى لو قرأ مش رح يفهم، وحتى اللي بيعمل أول قربانة، الولد بعد بصير عمره 9 سنين و10 سنين بيعمل أول قربانة، كتار بيجيبوا لهم هدايا إنجيل، وهذا الإنجيل بضل معه تيموته بس ما بيفتحوه لمرة والغبرة بتاكل، لأنه ما بيقرأ، لأنه حتى لو فتحوه مش حيفهم. الأفضل على الأهل هن يقروا الإنجيل ويخبروا أولادهم القصة، يعني الأهل من الإنجيل يخبروا الولد قصة، الأهل بالدرجة الأولى بيستفيدوا والولد بيحفظها للقصة، بيحفظها ونخبروا إياها مع نشرح له شو معناها. وصدقوني هيك الولد بيرضى عنده الله بحياته وبيعرف وبيفهم وبيأمن أكثر، خاصة إذا كانوا أهله هن اللي عم بيعطوه هالشيء الحلو. مهم من هالمنطلق ربنا بده إيانا نرجع لبساطة الطفل، بساطة الطفولة في القلب، والعودة لبساطة الطفولة هو شرط من ربنا، شرط لدخول ملكوت الله. والقصة اللي سمعناها هلا بالإنجيل اليوم فيها كمان شرطين بيجي مع الأول، هي عدم الاعتماد والاتكال على أي شيء على الأرض، حتى على أي حدا على الأرض إلا الله وحده. هالقصة هيك بتفهمها اليوم، هيك بتقلنا بده يكون عنده الإنسان قلب طفل بيوثق حتى يقدر عن جد يتكل بالكامل على الله، ما يكون عنده شيء قبل إنما الله بالله. سأل يسوع أحد الرؤساء قائلا: أيها المعلم الصالح، واحد من الرؤساء سأل يسوع: يا معلم الصالح، أنت المعلم المنيح good one، ماذا أعمل لهذا الحياة الأبدية؟ شو لازم أعمل حتى أورث الحياة الأبدية السماء؟ أحد الرؤساء معناتها رئيس ديني، رئيس مجمع يهودي، ممكن يكون عضو بسموه بالسنهدرين، بالمجلس اليهودي، هيدي طبعا أعلى من المجمع، وواضح إنه هالإنسان كان غني كتير، كان غني، لأنه بعدين بالقصة بيفرجينا إنه كان كتير غني. وهون نحن عم نقرأ بإنجيل لوقا، والقصة ذاتها هيدي حكيوا عنها بسموها الأناجيل الإذائيين، يعني اللي بيشبهوا بعض متى ومرقص ولوقا. متى حكي نفس القصة ومرقص حكي نفس القصة، بس متى ذكر بالإنجيل إنه كان شاب غني، هون عند لوقا قال رئيس، ومرقص قال إنه ركض لعند يسوع وركع قدامه، ركع قدامه، يعني هذا فعل تواضع منه قدام يسوع وبيعتبروه معلم. مهم
كل الاناجيل اللي ذكرناها مكه ومرقس ولوقا بيحكوا عن نفس الشخص وبيشهدوا له بصفات حلوه، رئيس شاب بيعيش عنده تقوى، متدين، غني. هودي الاناجيل بتحكي عن نفس الشخص غني، والغنى عاده بيضيع الانسان، بيضيع الانسان خاصه اذا كان بعده شاب اول حياته. ليه؟ لانه بيفكر، ما بيفكر اصلا بالحياه الابديه، انه ماله بيعتبر انه هو بيأمن له كل شيء وبيجيب له كل شيء، بتشده الارض اكثر، بده يعيش الحاضر، الحياه الحاليه قادر يعيشها بسهوله فبينجرف فيها اكثر، خاصه اذا كان شاب وغني. انما هذا الانسان اللي عنده هذه الصفات مع مركزه وغناه، واضح انه كان عنده هم وعم بيسال عن اهم سؤال لحياه الانسان، اهم سؤال لحياه الانسان واهم سؤال لكل واحد منا، شو لازم اعمل حتى اورث الحياه الابديه، حتى اورث الملكوت السماوي. اهم سؤال للانسان، الانسان المؤمن، مش مؤمن اصلا ما في عنده شيء مهم الا مصريات. فبالرغم هالانسان من انه متدين تقل غني عنده مركز رئيس وبعده شاب، ما انه حاسس انه عنده اكتفاء، انه اللي عنده اياه من مركز وغنى والى اخره ما انه كافي، وكانه بعد في شيء ناقص، وكانه الكل اللي معه ما بيحس انه رح يوصله للي هو بده اياه، في شيء ناقص بحياته ما عم يعرف كيف يوصل له. وكونه اجى لعند المسيح وبهاللهفه وساله، هذا بدل فينا نقول عن صدق بمشاعره انه صادق، حد هون ببين صادق، حس انه المسيح عنده شيء مش موجود عند بقيه المعلمين اليهود، في عنده شيء المسيح مميز جذبه له، حسسه يعني لما سمع المسيح عم بيحكي ويوعظ الناس خليه يشعر انه في شيء ناقص واللي معه مش كافي حتى يوصل، شاف انه المسيح شخص غير عادي. ليش شافه غير عادي؟ لانه يسوع بيقول وبيعلم بامور جديده، عم يحكي عن اشياء كثير جديده، خليته يحس انه اللي هو فيه منه كامل، بعد في شيء ناقص في حياته، لانه المسيح كان يعلم كانه ذو سلطان. قيل لكم، قالوا لكم ممنوع القتل، بس انا بقول لكم ممنوع حتى يغضب الانسان على خي الانسان. يسوع عم بيكمل الوصيه مش عم بيلغيها، عم بيوصلها للاجمل للاحلى، عم بيعطيها الروح مش الحرف. فاذا ربنا بلش مع هالانسان يطلعوا خطوه خطوه، درجه درجه بده يطلعوا. ليه بده يطلعوا درجه درجه؟ اول شغله فيصالحوا مع نفسه. هيدي نحن الناس اخوتي بنعاني منها كثير، مش متصالحين مع ذاتنا. الشغله الثانيه بده يوصلوا للايمان، الوصايا، التعليم، ويطلع فيه تدريجيا حتى يوصلوا للكمال اللي هو طالبه. كيف بده يورث السماء؟ ورث الارض الانسان معه كل شيء، غني، شاب، مركز، بكني، ورث الارض. فاذا بده يورث السماء، بده يورث السماء، هلا حصل على الارض اللي ناقصه السماء. ربنا بده يوصله للكمال، لانه خاصه عند مرقس بيقول انه نظر اليه يسوع واحبه، حب. وشو هو الكمال؟ بالدرجه الاولى يوعي فيه الضمير، الضمير تجاه الخطيه، وشو هي الخطيه؟ وشو سببها؟ والوين بتوصله؟ لانه احيانا كثير حتى نحن كثار من الناس منا ضميرنا بيتعود على امور بيعملها الانسان بيومياته، بعدين ضميره ببطل ينكز عليه، ببطل يحسسه انه هيدا غلط، مثل الكذب مثلا. قديش في بيناتنا ناس بتكذب حتى تخلص حالها او تخفي امر او شيء، ومع الوقت بتتعود عليه وبتعتبره هذا الشيء طبيعي، ببطل ضميرها ينكزها على هالشغله، انه بتعمله كانه عار. فالمهم ربنا بده يوصله لهالمستوى من الكمال، يوعي فيه ضميره قدام الخطيه وسببه.
والمعلمين اليهود بيعلموا الناس والتلاميذ، تلاميذهم معلمين اليهود بيعلمون انه الجواب على ماذا اعمل لأرث الحياة الأبدية جواب واحد، حفظ الوصايا، انك تحفظ الوصايا، لانه بنقي اليهود ما في شيء اعظم من الشريعة، الشريعة هي اهم شيء، شريعة موسى الكتاب المقدس. انما المسيح هون بنلاقيه جذب هالانسان بطريقة مختلفة، وكأنه سحب له قلبه صوته، وهذا ربنا بيسحب قلب الإنسان بشدة، بس أي إنسان اللي عن جد بقلبه في استعداد إنه يسمع كلمة الله ويفهمها ويعيشها، مش يسمعها فوق من هون وتطلع من هون، هاي الإنسان كلمة الله بتسحب له قلبه، بيحس إنه بده يكون تلميذ لإله، هذا ربنا يسوع المسيح. فيسوع المسيح تيجلس له فكره وحياته، أول شغلة قال له إياها: لماذا تدعوني صالحا؟ لا عم بتقول عني صالح الجود مان، لا عم بتقول عني منيح صالح، لا أحد صالح إلا واحد هو الله. أول شيء المسيح هون ما قال عن حاله إنه هو غير صالح أبدا، لأنه في كثير بالتاريخ مرق ناس أصحاب بدع بحال المسيحية تاخذ هالجملة إنه المسيح قال عن حاله إنه منه صالح، مش مضبوط. المسيح ما قال عن حاله انه غير صالح ابدا، انما قال لماذا تدعوني صالح، لا عم تقول عني صالح. وما ننسى انه يسوع بغير ما قال انا هو المعلم الصالح، قال عن نفسه او الراعي الصالح. انما يسوع عم بيسال هذا الزلمه سؤال: انت عم بتقول عني صالح، ليه عم بتقول عني صالح؟ شو يعني؟ خاصة أنه بالفكر اليهودي، بالإيمان اليهودي، بالعقيدة اليهودية، هذا شغلة مهمة كثير، ما في حدا صالح إلا الله وحده. شو يعني كلمة صالح؟ يعني بلا خطية، يعني بلا خطية، صالح يعني بلا خطية، والبلا خطية هو الله وحده. والمعلمين اليهود بيحبوا بصراحة الآب، إنه الآب الفخم، ربي معلم، ربوني، أو قائد، كم يسموا بعض القائد للعميان أو للأغنياء أو للجهال أو معلم الأطفال، بحبوا الألقاب كتير. وهذا الآب دائما مع الوقت بيفوت بقلبه شيء يسموه رياء، حب المظاهر، حب التمثيل، وبيدخل فيها كبرياء وبر ذاتي وإلى آخره. مهم، كأنه ربنا يسوع المسيح سألوا هالسؤال حتى يردوا لذاته أكثر، يفوتوا على تفكيره ويرجع لنفسه ويفكر باللي قاله، يفكر باللي قاله إنه كان لازم يقول هالكلمة أو لا. أيها المعلم الصالح، كان لازم يقولها أو لا؟ بمعنى إذا كنت شايفني إنسان عادي، لا عم بتقول عني صالح، وانت بتعرف، وانت رئيس، وانت متدين ويهودي، بتعرف ان هالكلمه بتنقال بس لالله. يعني اذا شايفني انسان عادي، لا عم بتقول عني صالح. نفس الشيء اليوم، ما تغير شيء. اذا شفنا انسان مرتب منيح نعتبره انسان صالح، بس فينا نقول عنه بلا خطيه؟ مين بيتجرأ يقول عن انسان بلا خطيه؟ ما حد. وكأنه أسلوب الحكي، الأسلوب بالحكي في نوع من التملق، يعني الرياء أو المديح، مديح، والمديح تعرفه بيدخل بقلبه أمراض تفخيم وتعظيم وتبجيل وإلى آخره، أو بيكون في هيك، بيكون في بقلب هالكلام نوع من عدم المصداقية، وخاصة تلكم اليهود بيحبوا التفخيم، صارت الناس تراضيهم عطول بدهم يحكوا بكلام في تبجيل وفي مدح وفي هالأشياء، الكلمات الحلوة اللي بيقولون عنها. فإذا كنت بتشوف إنسان عادي، لا بتقول عني صالح. وإذا كنت بتشوف إنسان مني عادي، يعني أنا صالح، يعني أنا بلا خطية، يعني عم تشوفني بلا خطية، وبإيمانك ما في صالح إلا الله وحده، يعني بان عقلك اللي عم بيقول عني صالح، وإيمانك بيقول ما في حدا صالح إلا الله،
بدك تجمع قلبك مع عقلك حتى تفهم انه انا هو انا الله. بهيك بده اياه يوصله يسوع المسيح، وصله للكمال حتى يفهم انه يسوع المسيح هو الله ويؤمن فيه انه هو الله. اراد ربنا يسوع انه يعلم ويعلمنا نحن كلنا انه وقف هالاسلوب اللي بقلبه في نوع من عدم مصداقية وصدق، في رياء، في تمثيل. فإذا كنت عم تحكيني كمعلم وبتقول، ما تقول أنا صالح، يعني كمعلم كإنسان، ما تقول يا إنسان يا معلم أنت بلا خطية، ما فيك. وإذا كنت شايفني الله، احكيها بوضوح وقول أيها الرب الصالح. هل بدي وصله لقلو رب، واللي بدي وصلنا إياه أقول لقلنا نحن من هالمكر. مثل ما قلت لكم اسلوب التفخيم والتبجيل والتعظيم البشر لبعض بيكون كثير امرار بقلبها في نوع من عدم صدق. وكلنا بنعرف انه اذا واحد بده من حدا شيء ما بيهمه شو بيفكر شو بيعيش، كل اللي بيهمه يحصل على غرضه. ببلش انت العظيم، انت ما في منك، انت رائع، انت انت انت. والرب يسوع بده ايانا نتصالح مع نفسنا. هاي بسموها المصالحه مع الذات، مصالحه مع نفسي، يعني تأرجع مثل الطفل بقلب طفل حتى اقدر اورث الملكوت السماوي. شو يعني؟ يعني اللي منفكر فيه، اللي منقوله، اللي منعيشه، اللي منتصرفه بيومياتنا، واللي منآمن فيه واحد. مش مفروض نكون شخصين، بفكر بشي وبتصرف بشي تاني، بقلبي شي وبحكي شي تاني، او نحكي قدام انسان بشي وبغيابه بنحكي شي تاني. بدي يكون عندي انسان كامل، تكون واحد متصالح مع نفسه، يعني اللي هو بقلبي من جوا هو ذاته بيصدر من برا، ما بكون بخفي شي. هاي بسموها نقاوة القلب. مثل الطفل، الطفل هو اللي عنده نقاوة القلب، وربنا قال طوبى لأنقياء القلوب، وهذا بحاجة لإيمان حقيقي. هيك ربنا عم بيشتغل مع هيدا الشاب، هيك ماشي مع هيدا الشاب الغني ومع الصدق والوضوح تتقدر تقرب من الله. قال له يسوع، سأله، ما قال له انت بتعرف الوصايا؟ من بعد ما قال له لماذا تدعوني صالح، قال له انت بتعرف الوصايا، يعني انت عم تسالني شو لازم اعمل تعرف شعورة الملكوت. وعند اليهود الجواب موحد هي الشريعه، يعني قال له انت بتعرف الوصايا. هذا جواب اليهود، المعلم اليهود، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد الزور، اكرم اباك وامك. تعرفهم هودي كلهم، تعرفهم. ربنا يسوع عم بيمشي هيدا الشاب خطوه خطوه، عم يمشيه خطوة خطوة. الخطوة الأولى إنه يوصل للإيمان، يمشيه للإيمان فيه إنه هو الله. هاي أول شغلة، لأنه بدون الإيمان وبالرب يسوع المسيح مش ممكن نحفظ الوصايا أبدا. والوصايا يعني وصايا الله، الكتاب المقدس، الكتاب المقدس. يعني أنا إذا عندي إيمان وبدي أقويه بروح على الكتاب المقدس، بقرأ الإنجيل، هذا المهم. وربنا يسوع ما تنسوا بين العهد القديم والعهد الجديد، ما لغي، كمل العهد القديم بالعهد الجديد، كملوا، مش يعني كان ناقص وكملوا، وصلوا للكمال. يعني الله ذاته نزل على الارض، اكتمل. مشان هيك في مطرح تعرفوا كلكم، من احبني حفظ وصايا. فاذا بده يوصلوا للايمان حتى يحفظ الوصايا. فالخطوة الأولى هي الإيمان بالمسيح إنه الله، والثاني حفظ الوصايا أو التعليم الكتاب المقدس، والثالثة هي تخلي عن الثقة باللي بنملكه. تخلي عن الثقة، نترك ثقتنا باللي بنملكه ونحط ثقتنا بالمسيح الرب وحده، إنه قادر على كل شيء هون، ووحده قادر يوصلنا للملكة. هذا بالآخر بده يوصله مع هذا الشاب. إن هذا الشاب الزلم الغني بصورة هيك عفوية وسريعة
قال له هيدي حفظتها من انا وصغير، يعني الوصايا حفظتها من انا وصغير، حفظها من هو وصغير. وشو هو الحفظ؟ ممكن حافظها مثل ما بيحفظ تلميذ اي درس بدرس احفظ، بحفظه عن غيري، لانه الحفظ شيء وعيش الوصايا شيء ثاني. شيء ثاني بيع كل مالك، وزعه على الفقراء، وزع مالك على الفقراء، وبيكون لك كنز بالسماء، فيكون لك كنز في السماوات. وتعالى معنا. فلما سمع الرجل ذلك، هذا الإنسان لما سمع يسوع قال له وزع مالك على الفقراء والحامل، حزن حزنا شديدا، زعل كثير، زعل كثير، حزن، حزن قلبه، سواد خلقه نحن بنقول بالعامية. سودت خلقه، لا سودت خلقه، كان غني كثير. فاذا نرجع للوسط، سالوا ربنا اول شيء عن القسم الثاني من الوصايا. نحن الوصايا 10 كلنا بنعرف هالشيء، حافظينها وعم نعيشها اكيد. بس اول ثلاث وصايا: انا هو الرب الهك لا يكون لك اله غيره، لا تحلف باسم الله بالباطل، احفظ يوم الرب وقدسه. هاو اول ثلاث وصايا بتخص الله. ثاني سبع وصايا بتخص الناس، علاقه الناس مع الناس. يعني ربنا بلش بالقسم الثاني من الوصايا يلي هي بتخص علاقه الناس مع بعضها. ما تقتل حدا من الناس، ما تزني، ما تخون، ما تكذب، لا تشهد بالزور، هي الكذب، ما تكذب، وصيه. لا تسرق، لا تشتهي مقتنعات. مهم بلشت بالقسم الثاني اللي بتخص العلاقه مع الناس. انما الناقص هو القسم الاول. القسم الاول بمعنى انك اذا حبيت الناس كثير عظيم، عليك ان تحب الرب قبل من كل قلبك، من كل فكرك، ومن كل قوتك، ومن كل عقلك، من كل كيانك، والا خسرت كل شيء. مشان هيك الوصايا هن اول ثلاثه بتخص الله، لانه بدك تقوي علاقتك مع الله تقدر تعيش هديك. لانه اذا مش عارف تمشي مع ربنا بتخون، بتكذب، بتقتل، بتسرق، بتحكي عن الناس، بالدين بتكسر، بالنميمه، البدنيه كله بتعمل. اذا الله مش كان هو كل كيانك، كل قوتك ومالك لك قلبك، ساعتها ممكن هديك الوصايا ما تعرف تمشي فيهم. ربنا بلشوا بالقسم الثاني، بس لما اجى على القسم الاول كان في مشكلة عند الإنسان الغني. واضح إنه هذا الشاب منه هيك، مش قادر. لا، لأنه ماله مصرياته أخذوا أكثر من الرب بكثير. حزن حزنة شديدة. وربنا يسوع المسيح فاحص القلوب، فاحص القلوب، بيعرف كل إنسان شو في بقلبه، شو في بعقله، شو بيفكر. بيعرف كثير منيح شو في بقلب الإنسان، وبيعرف كثير منيح شو بيبعد الانسان عنه. ربنا بيعرف كل انسان شو بيبعده عنه، وعرف انه مشكله هذا الانسان انه قلبه متعلق بالمصاري، متعلق بالمال. اخوتي المشكله مش بالمال، ابدا المشكله منا بالمال، انما المشكله هي علاقتنا مع المال، علاقه الانسان مع المال. لانه الانسان بيتعلق قلبه بالمصاري وبيتكل عليها بالكامل، بصير كأنه المال هو مصدر قوته، مصدر قوته للإنسان. هذا الزلمة دعاه ربنا حتى يتبعه ويمشي معه، قال له تعال وزع مسؤوليتك والحقني. ربنا دعاه قال له اتبعني شخصيا، اتبعني. هي الدعوة.
وما قدر انه يلبي دعوة الرب. مصرياته منعوه يلبي دعوة الرب. هذا الحافظ الوصايا من هو صغير، وقت اللي وصل لوصية مهمة كثير، اترك كل شيء واتبعني. ما قدر، لأنه مع الأسف أول شغلة قوته كانت، ثقته كانت بماله، وخاف إنه يخسر هيك القوة. ما صدق، واضح إنه إيمانه كان ضعيف. ما قدر إنه يصدق يسوع المسيح. واضح إنه قلبه ما كان مثل قلب الطفل حتى يصدق يوثق يسوع وقت اللي قال له وزع مالك بيكون لك كنز بالسماء. راح زعلان كثير لأنه ما صدق إنه راح يكون عنده كنز أهم من اللي معه بالسماء. مشان هيك حزن حزنا شديدا. مش المطلوب أخوتي إنه كل الناس توزع مصرياتها على الفقراء حتى يكون لنا كنز بالسماء. المساعدة ضرورية، واللي قادر يساعد مجبور يساعد. ربنا مش عم بيطلب من الكل يوزعوا مصرياتهم ليكون لهم كنز بالسماء. الموضوع منه حرف بالحرف يعني بالمعنى، انما ضروري كل انسان يعيشها بالقلب، ليكون قلبه متعلق متمسك بالمال، انما يكون متعلق بالوحيد الاوحد اللي قادر يوصله للسماء، بالوحيد الدائم للأبد ربنا يسوع المسيح. يلي قال طوبى للمساكين بالروح، للفقراء بالروح، طوبى للفقراء بالروح. فايه بالروح؟ يعني قلبه مش متعلق بالمال، يعني روحه معلقة بالسماء مش بالمال. وبالتاريخ كان في ناس كتير أغنياء وقلبهم كان بالكامل للرب، من العهد القديم للعهد الجديد. وكلنا بنعرف إبراهيم أكثر إنسان غني بالتاريخ وقلبه ده كان معلق بربنا، وأيوب وغيره بالعهد القديم وبالعهد الجديد. فمع الرب يسوع هون مش الموضوع بس إنه يترك المال لهذا الإنسان الغني. الموضوع مش بس ترك المال ووزعه للفقراء، في شيء كمان مهم، لأنه قال له تعال اتبعني. ترك المال وتعال اتبعني، يعني إذا أردت، إذا بدك تكون كامل بدك تمشي وراي. إذا بدك تكون كامل مشي وراي. لكن طالما المال المصاري هو هجز الإنسان الأول، رح يضل يمنعه إنه يمشي ورا المسيح. طالما الإنسان عقله بالمال مش ممكن يقدر يمشي مع المسيح. هذا الإنسان اللي منعه يتبع المسيح هو مال. لكن ممكن غير الإنسان يمنعه غير شيء. يمنعه مش المال يمنعه، يمنعه غير شيء. شخص معين مثلا، أو شهوة معينة، أو ما بعرف حيلا موضوع، أو ملك، أو إنسان، أو لأنه رح نشوف بعد شوي ربنا رح يلفق لهذا الموضوع وشو اللي بيخلي الإنسان، شو لازم يترك الإنسان تيبع المسيح. هذا المطلوب من كل إنسان إنه يفتش بقلبه هو شخصيا ليشوف شو اللي بيمنعه عن كلمة الله ووصية الله اللي هي بتقول تعال اتبعني. في كثير ناس ما مش قادرة تمشي ورا المسيح وما بتعرف، هيدي بدها فحص ضمير، بدها فحص قلب، بدها ثقة بربنا، بدها إيمان، بدها متابعة، بدها صلاة. ويفوت الإنسان على قلبه ويشوف شو اللي هو مانعه إنه يمشي ورا المسيح بصدق وصح. هذا الشخص قال حزين كثير، حزين جدا. هذا كمان هالشيء بفهمنا أخوتي إنه في ناس كثير قابلت المسيح وآمنت فيه وسمعت منه كلمة الحياة الأبدية بس فلت زعلانة. واضح إنه مش كل اللي بيقابلوا ربنا بيفرح. واضح إنه مش كل إنسان بيفوت وبيصلي وبيقعد بالكنيسة بيكون مرتاح ومبسوط عنده فرح. واضح لأنه في أشياء كتير بتكون شغلته عقله للإنسان وإخدته وشغلته أكثر بكتير من المسيح. مشان هيك مش كل إنسان بيقعد مع المسيح هيك صار عنده الفرح. اللي عنده الفرح الحقيقي بالمسيح بده يكون عاطي كل قلبه للمسيح مثل ما الطفل بيحس مع أهله. اللي يفرح
اللي بيفرح مع المسيح صاحب القلب الطيب، مش في قلب الطفل. هي اللي بيصدق بيوصل واللي بيشتغل بكلام ربنا وبيطيع ربنا. واللي بيحزن هو اللي بيشوف انه كلام ربنا صعب عليه وهو ما بده يشتغل فيه، ما بده يمشي فيه. بعده بالنسبه لانه كلمه الله صعبه يعيش. والمال اخوتي ما بيعطي سعاده، ما بيعطي فرح، مش رح يعطي فرح. لو قد ما شد الانسان تجمع مستحيل يوصل بالمال للفرح. وشفنا هالانسان اللي غني كثير قدام يسوع فالحزين، فالحزين بالوقت اللي اغلبيه الناس اذا مش كلها تعتقد انه الانسان يعيش مبسوط، انه الانسان اللي يعيش مبسوط هو اللي عنده مصاري، مصاري كثير. مش هناك بنشوف كثير ناس راكبه ورا المصاري تجيب مصاري باي طريقه اللي كان، باي طريقه، لانه بتعتبر انه مصدر السعاده، لانه الاغنياء مبسوطين. واكيد هيدا وهم. مهم شاف يسوع الانسان انه حزن، قال يسوع ما اصعب على الاغنياء. شو صعب على الاغنياء من يفوتوا ملكوت الله؟ اهين من انه يفوت جمل من خرم الابره، من قدح الابره، من انه يفوت غني ملكوت الله. هون اللي عم بيسمعوا يسوع تلاميذه واليهود اللي بقوا تفاجئوا انه مين بيقدر يخلص لكن اذا هالكلام، لكن مين بيخلص؟ قال ان يسوع غير ممكن عند الناس هو ممكن عند الله. المستحيل عند الناس عند الله ممكن. وهي واهي شيء اكيد التلاميذ والموجودين تفاجئوا بكلام يسوع، تفاجئوا فيه. اول شيء كلام جديد عليهم، حكي جديد عليهم مش معودين عليه. وخاصة بالعهد القديم كان الغنى بيعتبروه عطية من الله، لأنه هيدا ربنا بحبه عطاه صار غني. واليهود والفريسيين بشكل خاص كان بيعتبروا إنه هن الوحيدين المخلصين، يعني اليهود المخلصين والفريسيين راحوا أكثر، إنه هن اللي بفوتوا على ملكوت الله، وهن كانوا أغنياء كثير. يعني هذا كان الفكر اليهودي، إنه الغني معناتها هو مهم وفات على السماء وربنا كافأ وعطى غنى. فسألوه انه مين اللي بيقدر يدخل ملكوت الله اذا كانوا هودي ما رح يفوتوا، مين بيفوت لكان؟ طبعا الرب قال هالشيء لانه الغني عنده هم اول، هو مصرياته، همه الاول مصرياته. وبالتالي يعني هيك شو بيكون؟ بيكون المصاري اخذ محل ربنا بقلبه. النمل يطلع عصام. الرب يقول اعطيني قلبك وفكرك وعقلك كياني، يعني يا بني اعطني قلبك. ربنا عم بيقول اعطيني قلبك للانسان، والمال اخر عقل الانسان. والقلب بالعهد القديم والكتاب المقدس هو يبلش بفكر الانسان بالدرجه الاولى وشعوره وارادته وكيانه كله، هذا الفكر يعني قلب الانسان. الرب بيقول وزع المال، اعطيه المال وخليني انا معك. والمال بيقول اترك الرب، او بالاحرى وزع الرب وخليني انا معك. الرب بده الانسان كله، ربنا بده الانسان كله تيخلصه لانه بيحبه. والمال اخوتي كمان بده الانسان كله، بس بيخونه بلحظه ما بيحب. هيدي المشكله عندنا نحن. من هون عباده المال اصل كل الشرور اللي حكي عنها مربوط. والاغنياء هن اكثر ناس معرضين للشرور بسبب غناهم، اكيد بسبب مصرياتهم. بس هالشيء يا اخوتي ما بيعني انه كل الاغنياء هالكين رايحين على الهلاك ابدا. كما انه مش كل الفقراء رايحين على السماء، مش كل الفقراء مخلصين، لانه في عباده الله وفي عباده مال، الاثنين. فالانسان حيث يكون كنزه يكون قلبه، وكان فقير او غني. كنز الانسان قلبه معلق فيه، اذا كنز السماء انا معلق قلبي بالسماء، اذا كنز المصاري قلبي معلق بالمصاري. فاذا كان المال عطيه من ربنا افضل على الانسان انه يهتم بالعاطي اكثر من العطي. علينا وهذا من ربنا على طول بحذرنا من التعامل مع المال.
لأنه بالتاريخ الخطي المال ضيع ناس كتير، صالحين ضاعوا. وبتعرفوا يهوذا الإسخريوطي كان أحد من تلاميذ 12، والصندوق معه كان يسرق منه، وبالآخر باع الرب المصاري سرق وأخذ. فيسوع بيقول الغير ممكن عند الناس هو ممكن عند الله، المستحيل عند الناس عند الله بيصير ممكن، منه صعب. الغني اللي بيعتبر انه بقوته قادر انه يدخل على ملكوت الله، هذا مغلط، ما رح يقدر بقوته الشخصية، لأنه عند الناس غير ممكن، هذا عند الناس غير ممكن. أما عند الله فليس بالمستحيل، ما في شيء مستحيل، لأنه قادر يخلص حتى الأغنياء، وإنه يغير قلوب الناس المتكلة عليه هو، مش على أمره. لأنه المتكل على ماله ما رح يخلصه منه، ربنا قادر يخلصه إذا اتكل عليه. فالغني ما بيدخل ملكوت السماء إلا إذا حس إنه مصرياته بلا قيمة قدام الخلاص الأبدي. تعال اتبعني حتى تورث ملكوت السماء. قال حزين لأنه مصرياته منعوه، قلبه معلق بمصرياته أكثر من السماء. والنعمة، نعمة الله أخته، بتفضي قلب الغني، بتفرغ قلب الغني من حب المال اللي عنده، وبتشعل قلبه، بتحسس، بتلاقى بقلبه بحب السماء. هيدي النعمة، وهيدا اللي هو مستطاع عند الله، هي اللي بيقدر يعمل ربنا. فيمكن بيقدر الأغنياء بالأحرى يفوتوا الملكوت إذا قبلوا أن يفوتوا من الباب الضيق يلي الجمل ربنا قادر يفوته من خرم الإبل، قادر. وهيدا الباب الضيق اللي حكي عنه أنه الإنسان على الأرض بده يتخلى كتير. الله أخوتي منه ضد المال أبدا، إنما هو ضد أنه نحط ثقتنا بالمال بس. واللي بيحط ثقته بالمال بيصير هو عبد لإله، والمال بيصير سيد على الإنسان. المال بيصفي هو المسؤول، كأنه هو البوس تبعه، هو السيد تبعه. قال بطرس نحن تركنا كل شيء ولحقناه. على طول بطرس بعفويته بكب الشيء. نحن تركنا كل شيء ولحقناه. اللي بيسمع بطرس عم يحكي وشو ترك بطرس؟ قدام هذا الغني معه مصاري كتير. الفرق كتير بين بعضهم بالغنى، بطرس عنده شخصورة وشبكة يمكن مخزقة شو بعرف. ترك ماركو أنا بالغنى بشوف شو ترك. أهم شيء. وتقدس ما هيك؟ مع إنه الفرق كتير كبير بين بطرس وهيدا الغني. بس بطرس ترك كل شيء، حتى القليل قدام هذا الغني تركه. لأنه ممكن الإنسان أخته إنه يكون عنده شيء كتير قليل وما يعرف يتركه من أجل الملكوت، لأنه معلق قلبه معلق فيه. لو كان قليل، لو كان ماشي شغل صغيرة، يبقى قلبه معلق فيها الإنسان ما بيقدر يتركها حتى يطلع. رب جاوب بطرس والكل الحاضرين الموجودين قدامه جوابهم، وحكي مباشرة راح وحكي عن المكافأة للإنسان اللي بيترك من أجل الملكوت. ربنا وقت بيقول اترك كل شيء واتبعنا، مش المقصود اخوتي نترك شغل صغير او كبير، المفروض يترك القلب التعلق من الارض ويتعلق بالرب، وهذا الترك اللي ربنا بيريده. قال لهم ربنا الحق اقول لك، هالحقيقه اللي عم اقول لكم اياها، ما من احد ترك، كل حدا ترك بيت او امراه أو إخوة أو والدين أهل أو بنين أولاد من أجل ملكوت الله، كرمال ملكوت الله السماء، إلا وبياخذ بهيدا الزمان أضعاف كثير وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. هاي الحقيقة من لسان ربنا يسوع المسيح عم بيقول. مشكلة هيدا الشاب الغني انه اراد فكر بعقله طبعا انه يجمع بين حبه لله وحبه للمال بنفس الوقت، بده يربح اثنين، بده يخلي المال معه ويربح ملكوت السماء.
إنما حب المال عداوة لله. مش ممكن. وربنا قال لا تعبد ربين. فالترك إنه يترك الإنسان شيء هو كرمال الملكوت، كرمال اسم المسيح، كرمال البشارة. فكل أنواع الترك، كل الأنواع الأشياء اللي نتركها من أجل المسيح ربنا بيقدرها وحافظ لنا إياها، حافظ عنده للأبد. يعني اللي بيترك بيت رح يلاقي بيوت كتيرة مفتوحة إله. اللي بيترك بيت كرمال المسيح رجع لكم رح يلاقي بيوت مفتوحة إله. لأنه ربنا اللي ما بيقدروا على الناس ربنا بيقدر عليه. وقت اللي ودى التلميذ البشرة اللي ما بتاخدوا معكم زواج ما بتاخدوا شيء وراح، وقالوا البيت اللي بتفوتوا فيه وبيقبلكم وبيطعميكم كله عنده. ولما رجعوا قالوا له عايزكم شيء؟ قالوا له لا. ربنا قادر يأمن لكل إنسان. مهم نحن قديش قادرين نترك تنتعلق فيه واحد. اللي بيترك أخوة بالبيت، أخوة عاديين، رح يلاقي كل الناس أخوة بالمسيح. اللي بيترك أهل رح يلاقي كتير ناس أخوة يحبوه مثل أهله. نعم. واللي بيترك أولاد رح يلاقي كل الناس أولاده روحيين. هذه إشارة للدعوة وراء المسيح، اتباع المسيح. واللي من ترك امرأة كمان هون ترك، ومن يترك امرأة المقصود فيها ما بيتجوز، دعوة للبتولية، دعوة للإنسان يكون بتول ما يتجوز. وهيدي سيتعذب. اللي بيترك امرأة رح يتعذب بمحبة ربنا أكثر بكثير من تعزية كان وقت يكون متجوز. ربنا قادر يعطيه أضعاف الأضعاف. هيدي تعب. واللي بيترك حقول أرض رح تكون كل الأرض تحت إجره، تحت قدمه، مش يغلبها، ما في شيء ملبك، مش فرقاني معه. فكل من ترك وضحى على الأرض من أجل الملكوت، كل اللي بيترك وبيضحى من أجل الملكوت من أجل اسم المسيح رح ياخذ أضعاف هون على الأرض، بياخذ حياة الأبدية. هي كلمة الله ووعد منه ما وصله. وهذا مفروض يكون إخوتي طمعنا، لازم يكون طمعنا كلنا. واضح، أنا خلصت الحاختم. واضح إنه هيدا الغني كان المال بيملك، مش هو بيملك المال. فالرب الله خلق المال لنستعمله ونفك حاجاتنا فيه، مش حتى يستعبدنا ويملك قلبنا. العيب مش بالمال أبدا، إنه بالقلب المتكل على المال مش على الرب. هيدي القصة معناتها أخوتي إنه الفقراء، معناتها إنه الفقراء الفقراء مش رح يدخلوا على السماء بدون ما يتركوا. إذا ما تركوا ضلوا مكبشين بالأرض. قديش في ناس تركض كل حياتهم هم فقراء تجمعوا مصاري وما بيقدروا. هونيك في كثير فقراء من دون قناعة، ما عندهم قناعة، على طول بيعيشوا حالة تذمر دايم. نعم. وأمرار كتير بيلعنوا بيسبوا الأيام أو الزمن اللي خليهم فقراء، أو اللي خليهم يخلوا فقراء، أو اللي خليهم يكونوا بمطرح في فقر. يعني كأنه عم بيشتهوا المال بشكل دايم. هودي بصراحة بدهم المال لأنه بيشوفوا فيه قوة وسعادة وضمانة للمستقبل. هل بيفكر بالمال بهالطريقة. وبيعيشوا ما عندهم شكر للرب اللي اعطاهم اياه. اذا بيطلعوا بالمقابل اذا ما عنده مصاري هيدا الفقير تلاقي عنده اشياء كثير من نعم ربنا اعطيها اياه، اعطيهم صحه، اعطيهم راحه بال، اعطيهم سلام، طمانينه. بيشوفوا هودي ناس بيشوفوا السعاده بالمال، انما الحقيقه هن مش عم يفتشوا على السعاده. بيفتش على المال مش عم يفتش على السعاده، لان السعاده الحقيقيه اخوتي هي ما بتنتهي. هي شعور رائع بتخلي الإنسان يطلع من الأرض. هو مش عم يفتشوا على السعادة، وهم المال ما بيعطي سعادة. عم يفتشوا تيلبوا رغبات وشهوات حابين تكون موجودة فيهم، وبيفتكرين إنه هيدي سعادة، بس منها سعادة. لأنه الشهوة وقت بلبيها هي سعادة مؤقتة، اللي فينا نسميها سعادة مؤقتة، بس هي منها سعادة أبدا. فهودي الفقراء والجان لعملة وحدة،
اسمها عدم اتكال والثقة بالرب. آمين.